هذه التحف الفنية كانت يوماً ما وسائل عيش للإنسان الجزائري بمختلف ثقافاته، ما بقي منها عرض هنا في قسنطينة، وما لم يبقى جسد في هذه المجسمات واللوحات الفنية. صناعة تقليدية حرفية مصنوعة من النحاس، من نوع الماتيريال القديمة، مصنوعات قديمة، فيها السنية، فيها المهارس، فيها الارتيكل، في لي موديل. أكثر من 200 عارض من 30 ولاية عبر الوطن نشطوا الصالون الأول للصناعات التقليدية بقسنطينة في تظاهرة بمناسبة عاصمة الثقافة العربية. شاركنا هنا في الصالون الوطني للارتيزانة باش نبينوا الارتيزانة تاع الجزائر، ومن جهة هي حاجة مليحة باسكو ديجا هذا الصالون شاركنا به في قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، باش أو موان بينو بلي كاين منتوج في الجزائر. تظاهرة يتيمة على مدار العام لم تعد كافية لنخبة تجسد جانبا من التاريخ الجزائري الاجتماعي. أماكن العرض ماذا بينا زعما شغل يوفروا لنا أكثر، ما يكونش عندنا لي صالون زعما اختار في العام ولا زوج اختارات، ولا ماذا بينا يكون عندنا لي صالون هادو اللي باش نبينوا الحرفة تاعنا ونبينوا الخدمة تاعنا كامل للناس. شعارات استهلاك المنتوج الجزائري والإنقاص من فاتورة الاستيراد حتمية تفرض على السلطات التكفل بالحرفيين والصانعين وتطويرهم لمواكبة العولمة في الصناعات الخفيفة. والثاني يكون عندنا ماذا بين الحكومة تكون الدعم المادي، مثلا كما المحلات ولا ليفوار كما هكذا لي صالون كما هادو يكثرونا منهم. حرفيو الجزائر تائهون بين نقص المادة الأولية والتسويق والترويج لمنتجاتهم وأعمالهم الفنية، ورغم الخطابات الإعلامية وبعض المبادرات المنعزلة تبقى المرافقة المستمرة الغائبة الأكبر.